عبر الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ عن قلق الحلف من التقارب العسكري بين الصين وروسيا. وخلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات قمة الناتو، أكد ستولتنبرغ أن طموحات الصين تشكل تحديات منهجية، مضيفا أن ترسانة الصين النووية تتزايد بشكل لافت. في قمة اليوم تحدثنا أيضا عن الصين، والتي طبعا هناك طبعا خلافات بيننا بناء على مصالحنا، فإننا نرى فرصا للتواصل مثلا في الأمن والمناخ، ولكن الصين وزيادة نفوذها في السياسة الخارجية تمثل تحديات لأمن التحالف. والزعماء اتفقوا بأن علينا أن نواجه هذه التحديات معا كتحالف، وبأننا نريد التواصل مع الصين للدفاع عن مصالحنا الأمنية.